من الداخلي. أنا سبق وقلت مستحيل أنه أي إنسان يقدر يتوصل 100% إلى السلام الداخلي. ليش؟ لأن إحنا عايشين داير مدايرنا ناس مختلفين عنا، فكل هذول طبيعي بما أنه مختلفين عنا معناته مختلفين في آرائهم، معناته دائما راح ننصدم تنصدم آرائنا ويا بعض. ما راح حتى لو كنا أنه مثلا أنه ما نفترق، أو مثلا كنا ما نختلف ولكن نختلف بالآراء، مثلا نبقى متقبلينهم لكن مختلفين، لكن هذا الاختلاف يضوج. من راح تضوج؟ أو راح تضوجين طبيعي، يعني راح واحد يعني تصرفاته تختلف ويا الآخر، أو ردة فعله راح تكون مختلفة. زين، ما احنا نحكي على السلام، مثلا هو يكون يدعي السلام أو تدعي هي السلام 100%، لكن أنت أشوف لو تحكي وياهم حكاية ضد فكرهم لا راح يتعصبون، ويمكن ما راح يتقبلون أصلا الفكرة. زين، العدوان السلام شفتوا، فمعناته اللي توصل للسلام، شوفوا الفرق بين نشر السلام واللي يتوصل للسلام، لا أكو فرق. مو شرط واحد أنه يريد ينشر السلام هو يكون متوصل إلى، لا، لكن أنه يدعي إلى، يتمنى أنه الكل يوصل له، يوصل أنه أو كلنا نوصل له، حتى أنه فعلا يكون ينشر. وما راح ينشر 100%، يعني أنا أقول لكم يعني ماكو، أنا أرجع أقول ماكو شيء مطلق راح يبقى زين ويبقى المو زين، لكن إحنا قاعدين أنه نحاول أنه الزين اللي مثلا طلع عن طريقه يعني بسبب الحياة أو ضاج أو مدري إيش أو زهق من الدنيا، فنحاول نقول له لا ارجع، يعني ان شاء الله شلون يصير خير، او مثلا اللي صار لك هذا في سبيل كذا كذا. فهذه هي من باب انه حتى نوجد له السلام ونوجد انفسنا السلام. لان انا ارجع واقول هم هوايه انا حكيت فيديوهات شنو الشيء اللي تحبوه سووه، هذا نوع من انواع السلام. ماكو سلام انه بس هيك مطلق، السلام ترى هم بانواع يعني هوايه، يعني يمكن اعتقد انه هاد واحد يفصلها. صح اكو بعض الفيديوهات تشوفهم من يحجون يقول لك السلام وما ادري ايش، ويطلع الى خيال، يعني انا ما عارفه ليش يقعدون يحجون باشياء خياليه ما ينزل على ارض الواقع. يعني انا شنو اكو بيهم مثلا، شو يقول لك انه الاهل السلام تكون الهاله داير مدايرهم. يعني هسان المفروض يعني إذا عندي سلام فتكون الهالة داير مدايري فلان لون، وهذه تكتشف عن طريق أشعة معينة واحد يدخل نفسه بيها مدري إيش إنه، فحتى يشوف الهالة. زين الناس حتشوف الهالة، زين أنا الهالة بيش حتفيدني؟ أنا ليش ما أعرف ليش إذا هم فعلا متوصلين للسلام والمحبة ودينشرون السلام بفكر معين بفكر خاطئ، ليش ما ينزلون على أرض الواقع يقولوا لي ويقولوا لكم مثلا شلون نتصرف بفلان موقف، شلون نحل فلان مشكله. انا هذا هدفي انه مثلا من اللي شفته، من اللي سمعته، من اللي عشته، انه اقول لكم مثلا اخطاء صارت فما اريد انه تقعون بها، او مثلا تكونون انتم في حياتكم الان قاعدين عايشين في حياه في مشكله يمكن انا مريت بها قبل وهم ما عرفت انه احلها، ويمكن بعدين عرفت انه شلون احلها، او بعدين هي انحلت طريقة، لكن مثلا شلون يعني هي ويا الايام مشت، لكن عرفت لي ويش او شلون يعني. فانا احاول اوصل لكم هذا الشيء، لكن مطلق السلام وانه وصلت له وهاي لا، انا سبق وقلت لا، لان يكون موجود يوم واحد يتمنى يكون، لكن موجود يوم وفعلا يشعر في راحة، وثاني يوم ما حيكون موجود، لأن طبيعي الحياة راح نتعصب، راح نضوج، راح مدري إيش. يعني شوفوا حقول لكم شيء، اللي يحكون أهل السلام والمدري إيش والهذا، يعني اللي توصل للسلام المفروض إذا أنت مشيتي بشارع أو مشيتي في سيارة وأحد كسر عليك أو أحد مطاج مجال أو أحد مثلا دقلي شورنا وهاي، يعني طبيعي إحنا كنا نتعصب، نغلط حتى لو ما نغلط بوجههم، نسبهم حتى لو هم ما يسمعونا. يعني شوفوا هاي كل هالاشياء احنا نسويها، زين هذا وين السلام؟ يعني هواي اكو بيقول لك السلام، هل هم ما يسوون هذه الاشياء؟ حيقول له
ليش هيك يعني؟ الله يسامحك يا حبيبي، ليش هيك يا حبيبتي ليش؟ لا طبعا، لان بينه وبين نفسه راح يحكي عليهم، يعني حتى لو ما يحكي قدام الناس، حتى لو يحاول يضبط نفسه، يمكن في حاله انه السلام يحاول انه يضبط نفسه حتى يراوي للناس الشيء الحلو، حتى الناس انه تنقاد بي او تجعله قدوه لهم، او حتى انه الناس تشوف هذا الشيء يمكن حلو فهم هم يسووه. لكن انا ما اعتقد كل واحد يبقى مثل ما هو، وكل واحد مثل ما يعجبه يعني يمشي على الشيء اللي يعجبه. لكن ارجع واقول سلام، انسوا من هذا، شيلوها من بالكم، ماكو شيء سلام مطلق. لكن احنا ننشر الخير، ننشر، نحاول انه انشر واحد يساعد الثاني. في هذه الحاله انتوا تساعدوني، انا اساعدكم، وانتوا تساعدون غيري، وانا اساعد، يعني كنا نساعد بعض، ناس تساعد ناس، يعني مو هذا الشيء مختصر بس الي، او شيء مختصر بس الك او بس الك. بهالحاله هذه فعلا احنا راح ننشر شويه طمانينه، حننشر شويه حب، حننشر شويه خير. فهذا كله يرجع هاي النقاط كلها ترجع الى السلام، اللي هو هذا كلمة السلام. حتى تتحقق فلازم هواية شروط، هواية عوامل، هواية أشياء حتى نحقق كلمة السلام. أعتقد أنه خلصت من هذا الشيء، فلا حد يقول لي أنه أنا لقيت السلام. لا أعترف، لا طبعا، يعني مستحيل هذا الشيء، يعني مستحيل، يعني أتمنى يعني، بس هذا إلا بحالة واحدة، إنه واحد مثل ما قلت لكم سابقا يصعد فوق جبل ويقعد لوحده، ما يشوف أي أحد، ما يحكي ويا أي أحد، هذاك الوقت فعلا حيعيش بسلام. لازم ها بعدها بشرط إنه يفقد الذاكرة، يعني ليش؟ حتى ما يتذكر وهم يضوج ويقعد يلعن ويسب ويسوي، لا لا لا، ويدعي، لا لا، فيكون هيك فاقد الذاكرة وعايش لوحده فوق أحد يمه، هاي فعلا راح يلقي السلام. فأني قلت أنه أحكي لكم بهذا الشيء، وأهو خلي أشوف حتى إذا أقدر، أنه والله 8 دقائق شكلي ححكي بموضوع لمدة دقيقتين، يلا ونسويها، أو يعني وش أنه ما أقطع، يعني ما بيا حيل أنه أقطع. زين، بالنسبة للزواج، أنا هم حكيت أنه شلون تختار شريك حياتك، لكن فعلا هو هذا موضوع يطول، وهذا موضوع صعب ومو سهل أنه واحد أنه ممكن أنه يلقيه، وتختلف وتعتمد من إنسان إلى آخر. لكن أنا قلت هذه راح ما يخالف، يمكن أسوي له يعني أخصص له حلقة، أو أخصص له يمكن حلقات، لأن هذا كل إنسان، أو يمكن كلها نختمها، ليش نطولها؟ خليها كلها نجمعها مرة واحدة، بس أعتقد كمختصر مفيد، يعني إذا يمكن بعدين ما أسويها. يعني شوفوا كل واحد، أنا أرجع وأقول هو شنو رايد، هو شنو حاب، أنت شنو مفهومك. أنت أول شيء أقعد هيك ويا نفسك، انت شنو مفهومك على الزواج؟ مفهومك على الزواج انه عائله وبيت وما ادري ايش، ابحث عن وحده بهالمواصفات تريد هذا الشيء، واحكي وياها وكون صريح من البدايه، وقول لها انا رايد 1 2 3، انا هيك احب، انا هيك يعجبني، انت شنو يعجبك، شنو هذه، قول لها واحكي وياها بصراحه. يعني هاي طبعا عند فكره، هذا اللي يبدي الانسان اللي يختار، هذا مو اللي بعده صغير واللي يدخل بحب واللي ما ادري ايش، هذا لازم يكون انه في حياته انه توفق، او ما لقى الانسان اللي يكون شبيه له، فطبيعي يبدي عاد يفكر بالعقل. ما اريد انه استخدم كلمه انه يفشل في الزواج، لان لا، هذا مو فشل. انتوا اذا كنتوا 2 وانفصلتوا او اتطلقتوا، فهذا لا فشل، ماكو فشل لأي من الطرفين، هذا مو فشل، لكن مختلفين، مثل ما تصير بالحياة، مثلا احنا صديقات مختلفين، فطبيعي كل واحد يروح بجهة، أصدقاء مختلفين كل واحد يروح بجهة، شيء ما يعجبك انت، فلان يعجبك، فلان ما يعجبك، وهذه، لكن ليش احنا مشكلة من نجي نخليها بالزواج، نقول هذا فشل وهذا ما ادري ايش وهذا سوء اختيار، ويصير كأنه الندم أكبر. لكن هاي طبعا فعلا انه في حالة يصير اولاد وما ادري ايش، ولكن اللي ما عندهم اولاد يعني هذول اتس لايك فريندز، هاي باي، وخلصوا وكملوا.
لكن شوفوا، خلوا في بالكم هذا مو فشل، انه انت مختلف عن الاخر، ما قدرت تعيش او انت ما قدرت تعيشين ويا الشخص الاخر، هذا ابدا مو فشل. لكن اللي ولا واحد يتندم، انا يعني سبق وقلت، ولو قلت انه واحد ما يتندم، لا تتندمون، لانه يحتاج تتندمون. انتوا جربتوا، انتوا فكرتوا انه انتوا مال من بعض، او فكرتوا راح تغيرون اشياء في بعض، او كان بالبدايه مجرد انه مثلا اعجاب وفكرتوا راح يصير حب، ويمكن ما صار حب، أو يمكن صارت مشاكل، ما صارت خلفة، صارت خلفة. يعني شوفوا هاي كل هالأشياء فكروا بها، قولوا أوكي خلاص، ما هي صارت، ما راح تقدرون ترجعون. وسوات يعني أوكي، كل واحد اختلف وكل واحد راح الحالة، وإن شاء الله أنه اللي رايد يكمل إن شاء الله يلقي اللي مثله. وانتهينا على هذا الشيء، لكن دائما دوروا على شنو انتوا اللي تحبوه، لا تقدمون تنازلات. شوفوا حقول لكم، اعتقد هاي نقطة مفيدة بالزواج، صح؟ واحد انه يقدم تنازلات وبعدين يتندم، فحتى لا يصير الندم، فواحد لا يقدم تنازلات زيادة انه مثلا مخالفة للشيء اللي يحبه، يعني مرة او رجال مثلا هو ياخذها بشكل ويقول يلا مباشر عقبه كذا، وهي تقول لا مباشر عقبه هيجي، وانا اغير وانا اسوي، وهي وهم يقول انا اغير وانا اعمل واسوي. لا 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 لا، من البدايه كونوا واضحين شلون ما انتم كانه دا تختاروا لكم. خلي اشبهها فشي، وين اشبهها؟ اي شيء، انت رايد تشتري لك، او انت رايده تشتري لك قميص مثلا معين، طبعا من راح او مثلا رايدته العملي، رايدته يطول وياك، رايدته مثلا انه تشترين هذا الشيء اطب واطلع به، ويرهم يرهم كل مكان اروح، لا يرهم اذا اطلع ويرهم اذا طلعت خفيفه. خلي في بالك هذا الشيء، طبعا والرجال يعكسها على نفسها بنفس الشيء. شلون ما احنا نشتري شيء ونريده نقدره مريح، ما مريح، قماشته زينه، ما ادري ايش، يشوف كل يسوى فلوس الواحد حيدفع بيها او ما يسوى. مرات نشتري اشياء نقول ما تسوى، والله تكون غاليه وهي ما تسوى، صح ولا لا؟ وما تلبس، شوف سبحان الله. فيعني صايره هذه عندنا، ماكو اشياء يمكن رخيصه تقعد عندنا وتشوف 24 ساعه نلبس بيها. فنفس الشيء يعني، وين أنا أريدكم تربطون، وين الربط؟ إنه الربط إنه أنتوا شوفوا الشيء أنا مريحكم. شلون ما هذا إذا تريدون تشتروا لكم شغلة تريدوها مريحة وزينة وحلوة وما أدري إيش، نفس الشيء من تجون تختارون. طبعا أكيد أنتوا كنتوا يعني جربتوا وما صارت، إنه يعني ما كان اختيار، أو ما توفقتوا، خلينا نقول ما توفقتوا في زواجة معينة، فطبيعي تبدون تفكرون بالعقل شلون راح نختار. راح تكون شنو، ورقة وقلم؟ هي مو بالورقة وقلم، أرجع وأقول هي مو بالورقة وقلم. يعني ماكو شيء، ماكو شيء حيجيك فت، ماكو شيء حيجيك فت مثل ما يكون في خيالك. طبعا إذا أنت رايد تجربين تجربة ثانية، وأنت رايد تجرب تجربة ثانية، لكن كل واحد يشوف شنو أهدافه، شنو رايد من هالزواج، رايد بس مجرد شريك حياة إنه حتى لأطفال لشين، ما هذه يدور على هيك وحدة رايدة نفس الشيء، رايد عائلة، رايدة أنت عائلة، تدورين على شخص رايد هذا الشيء، ويكون اتفاق من البداية حتى ما يصير فشل، ما تصير مشاكل، وما هم ما أقول فشل، حتى ما يصير اختلاف، ما يصير انفصال. المهم إن شاء الله إنه استفادتوا من هالموضوعين، إنه اللي قدرت إنه أجمعهم يعني وأخليهم مرة واحدة، لأن حتى يعني تعرفون الحياة أنه بيها أشياء هواية، فما أريد أنه أطول بكل موضوع 10 ساعات أو 10 يوتيوبات، لا أريد أحاول حتى دائما نلقينا أشياء جديدة ونلقينا أشياء نحلها، أشياء شوية تريحنا من إذا كانت عندنا أنه مشاكل، أو كانت أكو أمور مضوجتنا، أو يمكن أحد يسمع الحكاية أنه تفيده. أنا هذا أنه هدفي، أنه أحد يستفاد وأنا هم أستفاد. وإن شاء الله أشوفكم على خير، وفي شيء جديد نقدمه إنه يفيدكم ويفيدني، وسلام.